يعني رشا اليوم نحن عم نحيي هي الذكرى، ذكرى حرب تشرين عام 1973. طبعا هي الحرب اللي قدر فيها الجيش العربي السوري ينتصر رغم كل الظروف، وما زال نحن اليوم عم نعيش انتصارات للجيش العربي السوري. 13 سنة من الحرب استطاعت طبعا سوريا بفضل أبناء وأبطالها بالجيش أنه تقريبا نحن أكثر من 80% من الأراضي السورية محررة ومطهرة من الإرهاب بفضل هذا الجيش البطل والقوى الداعمة له. أكيد يا سلمى، اليوم عم نحكي عن الجيش العربي السوري، الله يحمي وين ما كان بكل بقاع سوريا. هذا الجيش اللي قدر خلال سنوات كتير طويلة أنه يواجه ويصمد، وقدر أنه يحقق انتصارات كتير كبيرة نوعية بمواجهة الأعداء، وقدر أيضا أنه يقطع الطريق على المخطط الصهيوني أمريكي اللي كان عم يهدف لتقسيم المنطقة. اليوم وبهي المناسبة بصرنا اليوم نرحب بضيفنا لليوم، وهو العميد الركن رئيس فرع الإعلام في الإدارة السياسية وعضو اتحاد كتاب العرب العميد غالب جازية. أهلا وسهلا سيادة العميد، ونورت صباحنا، كل عام وأنت بألف خير. أسعد الله صباحكم وصباح السادة المشاهدين، وكل عام وشعبنا وجيشنا وقائدنا بألف خير. آمين. يسعد صباحك سيادة العميد، كل عام وحضرتك بخير وكل جيشنا البطل والسوريين بألف خير. اليوم نحن عم نستذكر ذكرى تعتبر من أهم الذكريات بتاريخ سوريا خلال سنوات طويلة، أهمية هذه الذكرى عنا كلياتنا طبعا. بداية اسمحوا لي أن ننحني إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار، شهداء الجيش العربي السوري، شهداء الكلية الحربية الذين ارتقوا في مثل هذا اليوم أبرارا أطهارا، شهداء المقاومة الذين يواجهون هذا الكيان الغاصب. أن ننحني لهم إجلالا وإكراما، وأن نتمنى لجرحانا الشفاء العاجل، وأن نحيي رجال قواتنا المسلحة البواسل المنتشرين في كل بقعة من بقاع سوريا الحبيبة، يزودون عن هذه الأرض بدمائهم وأرواحهم الطاهرة الزكية. في هذا اليوم الأغر نحتفل بالذكرى 51 لقيام حرب تشرين التحريرية، هذه الحرب التي ما تزال شعلة متقدة رغم مرور الزمن، فهي ما تزال تزداد تألقا وتوهجا، تزيد الأمل في النفوس وتحيي تباشير الفجر في الذاكرة، لأنها بداية الانتصارات العربية في العصر الحديث. لذلك فإن حرب تشرين التحريرية ليست حدثا عابرا يمكن أن يمر مرور الكرام، بل هي حدث محوري وتحول نوعي وانعطافة كبيرة في الصراع العربي الصهيوني، نظرا لما أحدثته من تحولات في هذه المنطقة. ونتائج حرب تشرين التحريرية طبعا لا تقاس بالمكاسب السياسية والعسكرية، بالنجاحات السياسية والعسكرية فقط، ولكن بما أحدثته من تحولات نوعية في المنطقة. بداية هذه التحولات كان كسر جدار اليأس، إحياء الأمل بالنفوس بأننا قادرون إذا ما امتلكنا الإرادة والتصميم والقدرة، قادرون على تحطيم ما يسمى العدو الذي لا يقهر. وبذلك كانت حرب تشرين التحريرية بداية جديدة للعرب، نفضوا عن جناحهم غبار الذل والهوان، كانت رسخت حقائق موضوعية في المنطقة. أهم هذه الحقائق التي رسختها هذه الحرب هي قدرة المواطن العربي على كسر جدار اليأس، على كسر جدار الوهم، إذا ما امتلك الإرادة والعزيمة، إذا ما امتلك القيادة الحكيمة والشجاعة كقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد طيب الله ثراه، وقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد. فنحن من هذه الحرب نستلهم الكثير من العبر، ونستذكر كلام القائد المؤسس حافظ الأسد في هذه الحرب عندما قال: نحن في حرب تشرين التحريرية لم نحرر الأرض، ولكننا حررنا ما هو الأساس وما هو يجب أن نحرره أولا.
حررنا إرادتنا من كل قيد، حررنا إرادتنا من الضعف والخوف واللامبالاة، حررنا نفوسنا من التردد والوهن، حررنا نفوسنا من عقد الذل والقنوط والقصور. بهذه الكلمات المختصرة التي تجسد حرب تشرين، لأن حرب تشرين الحقيقة تحتاج إلى ندوات وندوات، لأنها ملاحم بطولية أقرب إلى الإعجاز منها إلى الإنجاز. وأنا لو سمحتم لي أن أبتدئ هذا الصباح وأقول: تشرين أقبل والأماني في يدي، وعلى جبيني تشرق الأنوار، والنصر أزهر بالتلال وبالربا، فاكتب بعزمك تصنع الأقدار، سوري أنا فارفع يديك إلى العلا، وانثر عبيرك أيها العطار، فالخافقان الرائعان تعانقا، شعب وجيش معصم وسوار، والقائد البشار عانق حلمنا، يا سعد عين زارها بشار. سلام هتم سيادة العميد، ودائما نحن من انطلاقا من كلام حضرتك ومن كسر هي القيود الوهمية اللي كانت بالسنوات السابقة، اليوم إنجازات جدا عظيمة حققها الجيش العربي السوري على الأرض في حرب تشرين، لو نستذكر مع حضرتك. طبعا إذا أردنا أن نعد الإنجازات، إنجازات حرب تشرين التحريرية، فيصعب عدها في هذا الصباح، ولكن نحن يمكن أن نقول أنه لقد حجزنا في حرب تشرين، حجزنا بكبريائنا كرسيا على جدار الشمس، نعم، عمدناه دما، فصار الخيل برقا، وصار الياسمين سيفا، وصار الحلم حقيقة، وتحطمت أسطورة الجيش الذي زعموا أنه لا يقهر. ربما أهم إنجاز من إنجازات حرب تشرين هو الإرادة العربية التي استيقظت وصحت وكسرت هذا جدار الوهم والوهن والضعف، ونفضت عن جناحيها غبار الذل والهوان، وراحت تدك حصون الغزاة المعتدين الصهاينة. ولو أردنا أن نستعرض بعض الإنجازات، فمثلا على الصعيد العسكري، نعم، انتزاع مثلا زمام المبادرة من يد العدو الصهيوني لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني. فمن المعروف أن العدو الصهيوني هو بكل الحروب السابقة هو الذي كان يبدأ، وهو الذي كان يهاجم ويعتدي ويعتدي علينا، نحن أصحاب الحق وأصحاب الأرض. في حرب تشرين التحريرية اختلفت الموازين، فكان العرب هم أصحاب القرار وهم أصحاب التخطيط وهم أصحاب التنفيذ. إذن انتزاع زمام المبادرة من يد العدو الصهيوني، الجندي العربي السوري استعاد ثقته بنفسه، استعاد ثقته بسلاحه، استعاد ثقته بقيادته، وانطلق. يعني الجندي العربي السوري تحول إلى 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 مارد جبار، يعني لا يهاب الموت، مشبع بالعقيدة الوطنية الراسخة، مشبع بالإرادة التي لا تعرف معنى الانكسار وغير هالعقيدة الوطنية، أتقن السلاح الحديث اللي كان متطور بين إيديه بهذاك الوقت، سواء في الجو شفنا الطيارين الأبطال كيف عم يحققوا الإنجازات الرائعة، بالبر المعارك البرية يعني تدرس بكل جامعات العالم، اقتحام الإنزال الرأسي على جبل الشيخ، الأبطالنا جنودنا، نعم، القوات الخاصة، المعارك بتل الفرس بالخشنية، يعني مواقع كثيرة. يصعب أن نعد بطولات الجندي العربي في السوري في هذه المواقع، يعني جسد أسمى آيات البطولة في معارك حرب تشرين. على الصعيد العربي لو شئنا أن نستعرض أنه حققت حرب تشرين لأول مرة التضامن العربي، يعني شفنا العرب كلهم أنه إيد وحدة، يعني نحن هذا بيعطينا درس أنه نحن العرب أمة عظيمة، إذا ما اتحدنا، إذا ما وقفنا موقف واحد، وكان هذا طبعا الحدود الدنيا، يعني حتى نظرة العالم للعرب تغيرت بعد حرب تشرين، يعني كانوا ينظروا للعرب شيء على أنها أمي مشردمة، أمي ضعيفة، أمي غير قادرة أن تعمل شيء، ولكن بحرب تشرين
تغيرت حتى نظرة العالم. كنا خارجين كمان من نكسات يعني 67 وال نعم انه 47، فكان هناك يعني فبعد هذا الوهن المعنوية العربية بشكل عام فنهضت الروح يعني العرب كلهم يعني كانوا شاركوا بشكل عملي او بشكل حتى نظري، يعني وقت يشوفوا الجنود على الجبهتين السورية والمصرية يقتحمون يعني اكثر المواقع منعة، فهذا الشيء بدل على أن المقاتل العربي إنسان عظيم إذا ما امتلك العقيدة، إذا ما امتلك الإرادة، إذا ما امتلك التصميم. يعني أهم شيء بالحرب هو امتلاك الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار. يعني من أهم عوامل الانتصار هي امتلاك الإرادة في القتال والجرأة في اتخاذ القرار، وهذا ما كانت عليه حرب تشرين التي تجلت فيها القضية الفلسطينية. يعني رجعت القضية الفلسطينية هي الأساس وهي واجهة. كل هي الواجهة القضايا، يعني هي على الصعيد الفلسطيني إذا بدنا نحكي نحن إنه شو من نتائج حرب تشرين على الصعيد الفلسطيني. الفلسطينيين اكتسبوا معنويات عالية وصاروا يستلهموا الدروس والعبر إنه نحن قادرين إنه نحن نحقق النصر على هذا العدو مهما ملك من الجبروت ومهما ملك من وسائل القتل، لكن نحن بالإرادة بالتصميم بالتدريب المستمر بأن نعمل معا يدا واحدة قادرين أن نهزم هذا العدو وأن نسترد الحقوق المغتصبة التي سلبها منا. إن شاء الله. سيادة العميد، حضرتك عم تتحدث يعني عن الجانب العسكري، ويعتبر الجانب العسكري من أهم الجوانب اللي تميزت فيها حرب تشرين التحريرية، إن كان عنصر المفاجأة، إن كان الدخول، وإن كان استمرار، وخصوصا على الجبهة السورية اللي مضت بحرب الاستنزاف لحتى وصلنا ل يعني مكان جدا جدا مهم، إن كان بالجولان والقنيطرة وما إلى ذلك. اليوم ونحن عم نعيش أيضا ما زالت سوريا تعيش حرب، وإن كانت حرب غير مباشرة ولكن ما زالت تعيش حرب بعد 13 سنة. خلينا نحكي عن المقاربة ودور الجيش العربي السوري اللي عم يستشرف ودائما يستنسخ تشرين كل عام من خلال البطولات التي يقوم بها. طبعا لو نحن بدنا نحكي عن هاي المقاربة، هلأ من المعروف أنه نحن تاريخنا تاريخ نضالنا مع هذا المستعمر هو تاريخ طويل، وهذا هو عبارة عن سلسلة متصلة، لا يمكن نحن أن نقطع سلسلة عن سلسلة من هذه السلاسل. نعم. فلو أخذنا من معركة ميسلون على سبيل المثال، معركة ميسلون بين من ومن؟ بين الجيش العربي السوري الفتي الذي يمثل هذا الشعب بمختلف فئاته ويمثل الدفاع عن الأرض وعن الحقوق، وبين قوى استعمارية دنيئة، المستعمر الفرنسي الذي أتى إلى هذا الأرض ليستعمر هذه الأرض وينهب خيراتها ويستعبد شعوبها. هذا هو جوهر الصراع الممتد. ومع نشأة الجيش العربي السوري في الأول من آب عام 1945 وخوضه كل الحروب، طبعا الجيش العربي السوري هو نشأ من هذا الشعب وهو يعبر عن هذا الشعب ووقف مع هذا الشعب في كل المحطات ودافع عن مصالحه. لهيك نحن بنشوف انه الشعب بحب هالجيش وفي علاقة عضوية لانه بيعتبرون ابنائه، فهو بيمثل عقيدة هذا الشعب. عقيدة الجيش العربي السوري هي العقيدة الوطنية، هي تمثل عقيدة هذا الشعب في الدفاع عن مصالحه. فنحن بنلاقي انه كل محطات النضال هي التي تتناقل جوهر الصراع واحد. بحرب تشرين نفس الشيء، الجيش العربي السوري ضد الكيان الصهيوني الذي هو شرطي متقدم للقوى الاستعمارية في المنطقة والذي زرع في قلب هذا الوطن لكي يبقى هذا الوطن مشرذما، لكي يبقى خاضعا وتابعا للقوى الاستعمارية. هيك طرفين الحرب، فجوهر الصراع واحد. واليوم كمان هلأ جيشنا في السنة 14 في حرب لم يشهد لها التاريخ مثيل، مع قوى مع عصابات إرهابية تكفيرية ظلامية جاءت لتهدم هذا الوطن دولة ودورا وشعبا وتخرب هذه العلاقة العضوية. إذن جوهر الصراع واحد ما بين الشعب والجيش من جهة، وما بين القوى الاستعمارية ومخططاتها الدنيئة من جهة أخرى. ولكن ما الذي يختلف؟ الذي يختلف أشكال الصراع. أشكال الصراع هي التي تتبدل أدوات هذا الصراع. مثلا ممكن بحرب ميسلون كانت الأسلحة بدائية، بحرب تشرين صارت أكثر تطورا. هلأ نحن عم نشوف أنه بالحرب الحديثة حروب تضليلية إعلامية لا سابقة لها، حروب سيبرانية، حروب الجيل الخامس، يعني دخلت وسائل التكنولوجيا
في الحروب، وهذا يتطلب ايضا انه نحن انه نواكب هذا التطور، وطبعا وان نعي هذه الحرب التي يعني نخوضها ضد هذا المستعمر. طبعا جيشنا خلال هذا الحرب لو حكينا يعني حسن انه يصمد بوجه كل هذه القوى الظلامية التكفيرية وبوجه داعميها، ويفشل المخططات الاستعمارية في المنطقة الرامية الى تقسيم هذه المنطقة الى كانتونات، مجرد كانتونات تدور كلها في فلك الكيان الصهيوني. يعني كل ما يدور حولنا من مخططات استعمارية هو هدفه فلسطين، وأن يبقى هذا الكيان الصهيوني هو المتحكم بكل مفاصل المنطقة. ولكن سوريا بشعبها الأبي، بجيشها الباسل، بقيادتها الحكيمة الشجاعة، بقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، ذاك الرمح الذي وقف على كتف قاسيون يواجه أعتى الرياح ويقول إن هذا الوطن لن يركع وإن هذا الوطن لن يستكين، لأنه وطن الرجال، وطن الأبات، وطن الحماة. نحن هيك وطننا بسوريا، دائما قدرنا بهذا الوطن أن نكون دائما محط أطماع المستعمر، محط الغزوات، وقدر شعبنا أن يكون هو الشعب المقاوم الأبي المشبع بالانتماء، المشبع بالوفاء لهذه الأرض ولهذا التاريخ ولهذه الحضارة. سيادة العميد، حضرتك ذكرت نقطة جدا مهمة وهي التضليل الإعلامي، ونحن واكبنا كجيل حضر 14 سنة مضت من الحرب على سوريا كم التضليل الإعلامي اللي كان يبث على القنوات الإعلامية. اليوم الجيش العربي السوري هو السلاح الأول في حماية هذا الأرض، واليوم الإعلام سلاح، القلم والأدب أيضا سلاح. كيف اليوم قدرتوا من خلال عملكم، من خلال مهامكم، انكم اليوم ترفعوا عزيمة هذا الجيش من خلال ما كان يبث عبر القنوات الإعلامية؟ طبعا احنا كلنا بنعرف وشاهدنا انه قبل بداية الحرب الكونية على سوريا، وكما اشار السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، انه بدأت حملة إعلامية تضليلية لا سابقة لها ضد الشعب السوري بشكل عام وضد الجندي العربي السوري بشكل خاص. ليش؟ لأنه الجندي العربي السوري هو من المؤسسة العسكرية، وهذه المؤسسة هي المعنية بحماية هذا الوطن والدفاع عنه. فكانت كل الفبركات وكل التضليل الإعلامي وكل الشائعات وكل التي تدار من الغرف السوداء كان هدفها الوصول إلى هذا المقاتل، وإحباط معنوياته، وجعل هناك فاصل وهو بينه وبين الشعب، وهو من معروف أنه جيشنا هو ابن هذا الشعب. يعني إمبراطوريات إعلامية ضخمة هائلة تمتلك إمكانيات هائلة، أكثر من 650 وسيلة إعلامية اللي أحصيناها اللي كانت تبث سمومها ضد الشعب السوري بمختلف أطيافه لإحداث فتنات طائفية وإثنية ولإحداث خلخلة وزعزعة بين الشعب وبين الجيش. ولكن اللي صار إنه إعلامنا الوطني بشكل عام والإعلام الحربي بشكل خاص، رغم إمكانياتنا المتواضعة، رغم البون الشاسع إذا ما قلنا بين إمكانياتنا وإمكانيات الإعلام المعادي، استطاع أن يبين الحقيقة للشعب السوري. كيف؟ عن طريق الحقائق والوقائع، عن طريق يعني الكاميرا. هلا الكاميرا وقت عم تكون كاميرا الإعلام الحربي مرافقة للجندي العربي السوري، هذه الكاميرا هي تصور طبيعة المعركة بين من ومن، توثق يعني على أرض الواقع عم توثق هالحرب بين مين ومين، عم توثق انه هذه الحرب بين جندي عربي سوري هو ابن هذا الشعب عم بقاتل قوى إرهابية تكفيرية ظلامية تستبيح القتل والدماء ولا تقيم أعراف لأي شيء في العالم، جاءت للتخريب، للتدمير، للرجوع بهذا الوطن عشرات السنين إلى الوراء. هذه الكاميرا زادت طبعا من عزيمة المقاتل العربي السوري ومن وعي الشعب العربي السوري بشكل عام، زادت من التحصين النفسي، من الثبات الانفعالي الذي يتمتع به المقاتل العربي السوري. طبعا نحن مقاتلنا هو مقاتل واعي، يعني مجبول بتراب هذه الأرض،
يعني ما في، يعني ما بتشوفي إنسان بالعالم كالمقاتل العربي السوري بشهامته، بقوته، برجولته، بطيبته، يعني مشبع بالقيم الوطنية، مشبع بالرجولة، مشبع بقيم الوفاء لهذا الوطن، بالعقيدة الوطنية الراسخة. مشان هيك بتلاقي أنه بيبذل أغلى ما عنده فداء وطنه. شفناه أنه هلأ منتشر، كان نحن في أيام، بعض أيام الحرب كان في يعني 4000 نقطة اشتباك على كل مساحة الجمهورية العربية السورية، وكان الجيش العربي السوري يتعامل مع كل نقاط هذه الاشتباك ويشترح النصر تلو النصر والإنجاز تلو الإنجاز. كان يوثق هذا النصر، وكان يوثق، كنا نوثق هاي. يعني هذا ما في جيش بالعالم يستطيع الصمود 14 سنة بوجه هذه القوى التكفيرية الظلامية لولا بيمتلك العقيدة الوطنية الراسخة، لولا في شعب وراه ورا ظهره بيسند لهذا الجيش وبيعتبروا انه هدول اولاده، لولا في قيادة حكيمة شجاعة بتقود. وهذا هو سر صمود سوريا. يعني سر صمود سوريا معروف، انه عندنا نحن شعب واعي، شعب ابي بيرفض الضيم، بيرفض الذل، بيرفض الهوان، وعندنا جيش باسل قوي يتمتع بعقيدة وطنية راسخة، وفي عنده تدريب قوي، وفي عنده قادة يعرفون كيفية التعامل مع كل معطيات المعركة، وفي عنا على رأس الهرم قائد حكيم شجاع يقود هذه السفينة من نصر إلى نصر ومن إنجاز إلى إنجاز. نعم، الله يحمي. سيادة العميد، ونحن اليوم عم نتحدث عن الحرب الإعلامية، ما فينا ننكر أيضا أنه كان في دور كبير للإدارة السياسية وفرع الإعلام بظهور ما يسمى بالإعلام الحربي، مع بالتوازي مع أيضا الإعلام الحربي اللي كان موجود على قنوات الإعلام الوطنية. كان في عمل في تنسيق، كان مراسلين الحربيين هن معكم على الجبهات، وكانت للمرة الأولى في سوريا التي تشهد هذا النوع من الإعلام الحربي. اليوم وبعد ما نقول هاي السنوات كبرت التجربة، اليوم صرت أكثر خبرة بإدارة أيضا الفرع الإعلام ضمن الإدارة السياسية، نتحدث عن أهمية الرسالة الإعلامية في الحرب. طبعا الرسالة الإعلامية، الإعلام الحربي، يعني سواء نحن الإعلام الوطني أو الإعلام الحربي اللي بالإدارة السياسية، هو كلنا نحن نعمل ضمن إطار واحد. نعم. والإعلام الوطني هو يعمل بإشراف الإعلام الحربي في الإدارة السياسية. طبعا بالحرب تزداد أهمية الإعلام الحربي. ليش؟ لأنه الشعب بده يعرف شو عم بيصير، بحاجة للخبر، بحاجة للخبر العسكري. يعني الإعلام الحربي معروف أنه هو له عدة عناصر، العنصر البشري يعني اللي هن الجيش والقوات المسلحة، وفي العنصر المادي اللي هو العتاد والسلاح رغم أهميته، وفي العنصر الحدثي اللي هو الحرب. وكل الناس هي بحاجة لمعرفة أخبار هذه الحرب وأخبار أبنائهم وماذا يحققون من انتصارات في هذه الحرب. من هون بتنبع أهمية الإعلام الحربي. وطبعا نحن كان في عنا مراسلين غير المراسلين الحربيين اللي بالتلفزيون والإذاعة، وهم كانوا يشتغلوا تحت إشرافنا وبرفقتنا. صحيح. كان في عنا مراسلين حربيين ضباط، وكانوا في طليعة هؤلاء المراسلين ونالوا حتى قسم منهم شرف الشهادة. وأنا هون أترحم على المراسلين الحربيين، منهم مثلا الشهيد المقدم ووليد جبور، الشهيد النقيب وسيم النقري، الشهيد الملازم أول فادي المحمود، الشهيد الملازم حسن عمران. هدول مراسلين حربيين، الله يرحمه. هدول ارتقوا شهداء يعني مشان يوصلوا الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع في أرض الميدان. فتحية لأرواح شهدائنا الأبرار، شهداء الإعلام الوطني بشكل عام والإعلام الحربي بشكل خاص، والخلود لرسالتهم يعني الطاهرة اللي هن أدوا الأمانة بكل صدق ومسؤولية، ويستحقوا منا كل الإجلال وكل التحية وكل الإكبار. أكيد سيادة العميد، ونحن متعودين دائما على هيك طمعانين في كمان دائما بأبيات شعرية تخص المناسبة. الله أكبر، هذا جيش أمتنا، جاب الصعاب وخلى الشمس تهوانا، جيش تمرس في صوغ العلا قصصا، إذا رواها يكون الساح برهانا. انظر إلى ميسلونا كم ترى عجبا،
من طهر يوسف جاء الرمل والهانا الواقفون بوجه الريح قد عرفوا أن التراب نسيج من خلايانا. نعم. يا واهبا عمرك الغالي لموطننا، أنت الرجاء وأنت الفخر مذ كانا. أما بتشرين جند النصر قد عزفوا يوم الوقيعة أنغاما وألحانا، صاغوا المنايا حياة في تدفقهم فأعشب السفح ياقوتا ومرجانا، صانوا العروبة في لبنان مذ نزلوا، ما كان لولاهم لبنان لبنانا. واليوم نمضي إلى العلياء همتنا، من منبت الشمس لا من منبت هانا، فالعرب أمتنا والنصر غايتنا، أبقوا السلاح بهذا الليل يقظانا، وبورك الجيش جيش الشعب مؤتلقا، ما ضمت الأرض فرسانا وعقبانا. الله يحمي يحمي الجيش يا سلمى، دائما خطنا خط الدفاع الأول لنا لكرامتنا ولعزتنا. أكيد يعني اليوم ونحن عم نحيي هذا اليوم، طبعا مثل ما بنقول تشرين اقترن بذاكرة السوريين دائما بأنه هو تشرين النصر. وصحيح هي الأيام اللي مرينا فيها أيام الماضية كانت أيام صعبة جدا على كل المقاومين وعلى كل محور المقاومة، باستشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، ومع هذا استمرت المقاومة اللبنانية بتسطير أروع البطولات، والمقاومة في فلسطين رغم آلاف ومئات الشهداء، ونحن اليوم عام على طوفان الأقصى. ومع هيك أيضا ضربت سوريا واعتداءات إسرائيلية عليها وزفينا شهداء كثر. اليوم قد ايه مهم هذا النوع من الحرب النفسية التي تمارس على السوريين وعلى كل من يقف في وجه العدو الإسرائيلي؟ طبعا في استشهاد المقاومين واستشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله رحمهم الله أجمعين، ونحن نأخذ من رسالة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد التي وجهها إلى المقاومة وإلى أسرة الشهيد السيد حسن نصر الله. طبعا هؤلاء الرموز الكبار، طبعا ولو رحلوا المقاومة هي فكرة وفكر، وعندما يرحلون هؤلاء المقاومون يتركون لنا نهجا، فهذا النهج قائم، نهج المقاومة غير منوط بشخص، هذا الشخص هو يرسخ نهج وفكر وقيم، هذا النهج يبقى تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. ويخطئ العدو الصهيوني عندما يظن باغتياله قائدا هنا أو قائدا هناك أنه يستطيع أن يكسر إرادة الشعوب أو أن يقهر هذه الشعوب. روح تشرين ما تزال تسري بين عروق الرجال، والأمة كما قال السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، أحفاد رجالات تشرين يعرفون كيف يخطون الطريق إلى تشرين آخر. ونحن كلنا إيمان وكلنا يقين راسخ بأن إرادة الشعوب لا يمكن أن تقهر، لأنها تمتلك الحق وتمتلك الصمود وتمتلك الإرادة. هؤلاء هم أقوى من أي جبروت على هذا الأرض، ومهما امتلك هذا الكيان الصهيوني من دعم غربي غير محدود ومن وفاقم من إجرامه بحق شعبنا في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا، فإنه لن يستطيع أبدا كسر إرادة هذه الأمة، وستنتصر هذه الأمة العربية بإرادة مقاوميها وأبطالها، بإرادة رجالها في الجيش العربي السوري، وإن شاء الله لنا موعد مع النصر إن شاء الله. سماحة السيد رحمه الله عندما دائما بمعظم خطاباته كان يستذكر حرب تشرين ووصفه بالزلزال المفاجئ للكيان الصهيوني، ودائما كان في إصرار ضمن خطاباته على تذكار هذا النصر وتعريف الأجيال الجديدة بحرب تشرين وانتصار تشرين وكسر هذا الكيان الصهيوني اللي على أساس لا يقهر يعني. فدائما نحن عندنا مهمة
إعلامية جدا مهمة، وهي دائما نعرف الأجيال الجديدة بحرب تشرين، نحكي عن أبطالها، عن شهداء، عن شهداء الأحياء اللي ما زالوا لحد الآن. سيادة العميد، وقت عم نحكي عن حرب تشرين عم نحكي عن عقيدة وطنية ملتزمة يلتزم بها الجندي السوري، قد ايه مهم الالتزام بها بأرض المعركة؟ طبعا بداية قبل ما احكي عن العقيدة الوطنية سأتكلم عن الزلزال اللي حكيت يعني. طبعا الزلزال هو عمل كبير وثقته الإدارة السياسية في حرب تشرين، وهو من 10 أجزاء موثق لدى الإدارة السياسية كل ما يخص حرب تشرين، سواء من التحضيرات لهذه الحرب، من الإعداد، إعداد الجيش والقوات المسلحة، من جولات القائد المؤسس على التشكيلات وكيف كان يعد هذا الجيش لحرب العزة والكرامة، من كل يوم من يوميات المعركة، من لقاءات أبطال حرب تشرين. طبعا قامت الإدارة السياسية بتوثيق هذا العمل ليبقى منارة للأجيال تستلهم منها الدروس والعبر. بالنسبة للعقيدة الوطنية اللي بتمتع فيها جيشنا، طبعا حرب تشرين أنا حكيت أنه هي كانت بدايات انتصارات العرب، وكانت هي المنارة لكل انتصارات المقاومة فيما يليها، سواء في فلسطين أو في لبنان أو في أي مكان من البلاد العربية. وكلام السيد حسن نصر الله رحمه الله يعني كان يقول حتى أن المقاومة الوطنية في لبنان من أسسها؟ أسسها القائد المؤسس حافظ الأسد لتكون كمان سلاح في وجه هذا الكيان الصهيوني الغاصب، لأن إرادة المقاومة لدى الإنسان العربي هي الإرادة التي لا يمكن أن تقهر. العقيدة التي يمتلكها الجندي العربي السوري، لو عدنا إلى موضوع العقيدة، هي عقيدة مستمدة من إرادة الشعب العربي السوري. يعني مثل ما نعرف أنه نحن هي بلدنا هي بلد الحضارة، بلد التاريخ، بلد الأبجدية. هالشعب اللي ساكن على هالأرض هذا هو مشبع بقيم الوفاء، مشبع بقيم الانتماء، يعني جابه كل أنواع الغزوات. قدر الشعب السوري اللي ساكن على هالأرض أن يواجه دائما أطماع المستعمر فيه. وعقيدة الجندي العربي السوري، العقيدة الوطنية، هي مستمدة من هذا الشعب. نعم. في الدفاع عن هذه الأرض، في الدفاع عن الأرض، في الحفاظ على هذا الشعب، في حمايته، في توفير الحرية والكرامة لهذا الشعب. ومن هون بنشوف نحن الصلة والترابط العضوي بين الجندي وبين الجيش وبين الشعب. يعني شفنا مثلا وقت كان الجيش العربي السوري يطهر أو يحرر أي منطقة، كيف الشعب يلاقيه، كيف يرشوا عليه الرز. صحيح. كيف يستقبلوه بالورود، لأنه هدول هن الأولاد، يعني كانوا الأمل، يعني كانوا يروحوا للمناطق اللي فيها الجيش العربي السوري لأنه هو الملاذ، لأنه والمخطط والدعايات الإعلامية والفبركات اللي كانت دائما بالدعايات السوداء تستهدف تشويه صورة الجيش العربي. صحيح. السوري، مشان يبعدوه عن الشعب ويخرقوا هذا الثالوث إذا سميناه، إذا صحت التسمية، ما بين الشعب والجيش والقائد. ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا، وظل الشعب الأبي، وظل الجيش الباسل، وظل القائد المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد. أكيد. يعني اليوم خلينا نقول تذكرنا مع حضرتك كثير من القيم المهمة والتي لا تخفى علينا ولا تخفى على السوريين. بالختام، كلمة بتحب توجهها اليوم بمناسبة ذكرى طبعا حرب تشرين التحريرية ولرفاق الدرب والسلاح أيضا؟ طبعا أنا من هذا المكان أتوجه إلى رفاقي بتحية الأكبار، نشد على أيديهم القابضة على السلاح ونقول لهم بوركت جباهكم أيها الأبطال، بوركت سواعدكم أيها الرجال، بكم ينتقل الوطن من نصر إلى نصر بسواعدكم السمراء. نحن وشعبنا بأمان إن شاء الله، ونحن بهذا المقام نعاهد شعبنا الأبي وقائدنا المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد بأن دائما نتمثل روح تشرين، وأن نبقى أحفاد أولئك الرجال خلف رايته، حتى تحقيق أهداف أمتنا في النصر والتحرير وتطهير كل ذرة تراب من أرض سوريا من رجس الإرهاب. ولو سمحتم لي أن أقول، لا تسألوني عن نوايا مولدي،
إني عقدت مع الشهادة موعدي، إما أكون على التراب شهيده أو أرفع العلم المنارة بساعدي. اخترت من وطني العظيم مبادئي، وملأت من عبق الشهادة مزودي، ومشيت في درب النضال مجاهدا حتى أجدد بالشهادة مولدي. كل عام وشعبنا بخير، وجيشنا الباسل بألف خير، وقائدنا المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد بألف ألف خير. ومن خلالك أكيد سيادة العميد بدنا نعايد جميع القوات المسلحة، ومن نصر لنصر جديد، دائما نلتقي بالنصر إن شاء الله. بدنا نشكر حضورك لليوم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم.